اهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل في درس جديد. تو بريسك سومين تالي كنت هبطت يو سي براوزر، فيديو على يو سي براوزر، قدمت فيه ريبريزونتاسيون صغيره على يو سي براوزر، وكيف كيف زاد قدمت لكم تروا كونفيغ يخدموا من غير حتى مشكل على تونيزي تيليكوم، وتير فاسون تكونكتي بفاسون ايليميتي، وتريشارجي كيف كيف زاد بفاسون ايليميتي. كيف كيف زاد قدمت لكم كيفاش تصلحوا مشكلة تيليشارجمون في بعض الفيشي اللي ما تنجمش تعملهم تيليشارجمون في سي براوزر هاندلر، كيما مثلا بوان ابيكا او بيان زاد بوان امبيكاد. بطبيعة الفيديو كان موجود في الشين، جست ارجعوا تفرجوا فيه، سيرتو الناس اللي تبدا ما تعرفش كيفاش تصلح مشكلة تيليشارجمون. اليوم في الفيديو هذا باش نقدم لكم دي فيرسيون هما احسن دو فيرسيون من سي براوزر هاندلر، اللي هما يو سي براوزر ميني 10.4.2 هاندلر 4.0.0 بي. في دو فيرسيون بالطبيعة اللي هما دو فيرسيون مش تلقاوهم في الفيديو هذا. دو فيرسيون هذوما بالحق احسن فيرسيونات موجودين في سي براوزر هاندلر، على خاطر الفيرسيونات نتاع سي براوزر اللي فوق 10 كيما 10.0.0 وزاد 10.1.4 فيه مشكل في التيليشارجمون مالغري في نافيغاسيون رابيد برشا، هيك علينا نصحتكم بال 9.8 في الفيديوهات اللي تعديو. الوغ كو في الكا نتاع يو سي براوزر ميني 10.4.2 يعمل نافيغاسيون وتيليشارجمون يمشي من غير حتى مشكل، هيك عليه هما احسن دو فيرسيون وهما الفيرسيونات اللي لازم تصبهم في التليفونات الاندرويد نتاعكم. دو فيرسيون هذوما باهي، فما فيرسيون الطاي نتاعها 2 ميجا والفيرسيون الاخرى الطاي نتاعها 1.8 ميجا اللي هي الايكون نتاعها بالروز هذيك. باهي كالعادة دونك الميني هاندلر مش تحط الكونفيغ ومن بعد تعمل اوكي ومن بعد كونكتي على روحك. فيما يخص الكونفيغ مش نخلي في ديسكريبسيون بالطبيعة اللي ما عندوش الكونفيغ ما لقاليها بتها برشا مرات، مش نخلي اليان اللي هو اليان كي مش تحلوه مش تلقاوه البوست في السيت نتاع androidriki.com نتاع مروان ريكي بريميوم ايديشن، مش تلقاو تحتها كونفيغ 1 كونفيغ 2 كونفيغ 3. الكونفيغوراسيون هذوكم ثلاثة ثلاثة يخدموا على يسي براوزر هاندلر. دونك تحب انت تيشارجي الكونفيغ جيست تحل البوست هذيك تلقى الكونفيغ، هبط تروا كونفيغ ومن بعد تستعمل اي كونفيغ فيهم مش تخدم لك من غير حتى مشاكل. نوتي بيا كما قلت في الفيديو اللي تعدى فيهم دو كونفيغ يعملوا تيشارجمون وكونفيغ لا. دونك نرجع للفيرسيون هذوما نتاع يو سي براوزر، كما قلت بالرسمي هما احسن فيرسيونات ميم في النافيغاسيون برجوليه، معناها حتى يو سي براوزر نورمال اللي عندي دي الفيرسيون 10.9.0 اللي هي الاخرانيه بالرسمي اسرع منها في النافيغاسيون، بقيت معناها باهت مالغري نستعمل فيهم عندي بيسك ما عرفش يمكن حكيت هكاك 10 جور حاجه هكا في النافيغاسيون رابيد برشا، خاطر انا جينيرالمون ما نستعملش يو سي براوزر هيك عليه، نستعمل معناها نفضل نستعمل يو سي براوزر نورمال مع بسيفون بالطبيعه. برسمي في سي براوزر ميني هذايا هاندلر ماهوش عادي في النافيغاسيون، جربت الفيرسيون الاولانيه كيما ريتو قدامكم، باش نجرب الفيرسيون الثانيه كيما ترى وقت نعمل كليك بالرسمي معناها لاكسي عليه مثلا الفيسبوك كيما ريتو ياسر رابيد، جربت جوجل كيف كيف ياسر رابيد. دونك هذا هو معناها دو فيرسيون هذوما تاع سي براوزر لازم تشارجيهم اللي موجود في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذا، تعمل لهم انستالاسيون في التليفون نتاعك، دو فيرسيون يقبل الانستالاسيون مع بعضهم دونك ما فما حتى مشاكل كي تصبهم مع بعضهم. بالطبيعه كان عندك الفيرسيون 9.8 والا 9.6 والا 9.2 9.1 تنجم تستعملهم بالطبيعه، لكن من الاحسن تستعمل الفيرسيونات هذوما زوز كما قلت لكم ديجا حتى في الفيوتشر الفيتشرز الموجودين فيه اكثر اون بليز زاد اكثر ستابيليتي واسرع. دونك هذا هو شنو حبيت نوريكم اليوم، بس سيبورتي الخدمه نتاعي ملي كانت كليك على جيم وبارتاج تاع فيديو صحابك اللي تعرفهم انتريسين، تلقاو على قريب فيديوهات اخرين من هو الوقت، ردوا بالكم على رواحكم وبالسلامه.